فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من هولندا. امرأة تقول أصيبت بالسحر ولا تستطيع الصلاة لأن الجن الذي في جسدها يمنعها من أداء الصلاة، تقول ما توجيهكم في ذلك؟ هذا هو السحر ولا جن؟ جمعت بينهم. السحر سحر والجن جن، عليها أن تحاول أن تصلي مهما استطاعت، وإذا لم تستطع فإذا زال عنها واستطاعت تقضي ما عليها. نعم.